السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايا عامرة بالمحبة بالخير بالسعادة مشاهدينا الأحبة، ومساءاتكم رائعة كروعة متابعتكم الطيبة وروعة الاسم الذي يجمعنا سويا كل أسبوع من الأحد وإلى الخميس من عمان، نتطرق فيه إلى مواضيع مختلفة تتعلق بالشأن المحلي، لنرصد لكم هذا الحراك تشهده السلطنة من أقصاها إلى أقصاها. ومع انطلاقة هذا الأسبوع نتمنى لكم أسبوعا حافلا بالجد والعمل في شتى مواقع العمل والبناء خدمة لهذه الأرض المعطاءة عمان. مشاهدينا، في حلقة بداية الأسبوع حضرنا لكم باقة منوعة أيضا من المواضيع. محور الحديث في حلقة اليوم راح يكون المؤتمر الدولي الرابع عمان في الصحافة العالمية والمعرض الوثائقي السابع، تنظمه الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية ابتداء من يوم غد الاثنين. من خلال هذه المحطة راح نتعرف على الكثير حول ما يتعلق بهذا المؤتمر من أوراق عمل، من ضيوف، من متحدثين، بالإضافة إلى المعرض الوثائق السابع الذي يتزامن أيضا بحدوثه تماشيا مع المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان عمان في الصحافة العالمية. قبل ما نتطرق لهذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستوديو، نشاهد هذا التقرير عن نبض الأوتار وجمال الموسيقى العذبة وترانيمها، نشاهد معا. في عام 1985 كانت الأوتار على موعد مع حياة جديدة تتبناها وتصيغ منها جدائل من ألحان عذبة تدوي في فضاءات دار رحبة. كان ذلك العام الذي انسكبت فيه الألحان بين حنايا الموسيقى، وقرعت الطبول لحظة ميلادها على يد الأوركسترا السلطانية التي تم تأسيسها لتكون شاهداً على اهتمام السلطنة بالفنون والموسيقى، ورافداً للثقافة العمانية لتصبح ينابيع تفيض بالمعارف والفنون. وتميزت الأوركسترا السلطانية عن غيرها بالأنامل العمانية التي تعزف سيمفونيات عالمية لتحقق المعادلة الصعبة. دار الأوبرا السلطانية بمسقط أصبحت منارة فن تستقطب الأصوات والمسارح العالمية والفرق الفنية من كل بقاع العالم لتصبح مزاراً للمهتمين بالثقافة والفن. وجاءت الآلة الشرقية المتجذرة في حضارات إنسانية قديمة ذات الأوردة الخمسة الوترية لتعلن عن ترسيخ عراقتها كأقدم الآلات الموسيقية العربية، ولتتمرد على صندوقها الخشبي وتعتلي درجات عليا من التكريم بتأسيس جمعية هواة العود لتكون الأولى على مستوى المنطقة العربية، وتطرب الأذان بمعزوفة الحب لعمان. وفي كل ليلة
تحتفي سماء عمان بنجوم من الفنانين من مختلف بقاع العالم لتطوق عمان بشريط من الألحان والأصوات العذبة التي تثير بين السحاب شذاها. عمان وجهة للقلوب المحبة تصبو إليها الأفئدة وتهوي أمامها روح الغياب المتكبرة، فمن يزورها مرة يعود إليها مرارا وتكرارا. إذن حلوة عمان ووجهة للمحبة مثل ما ذكر، وأيضا ملاذ للأمن والأمان. الحمد لله على هذه النعمة التي حبان الله إياها عن دول العالم قاطبة. مشاهدينا تحية لكم من جديد، تحية لكل من انضم إلى متابعتنا إلى هذه المحطة، حيث الحديث عن المؤتمر الدولي الرابع عمان في الصحافة العالمية والمعرض الوثائقي السابع تنظمه الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية على مدار يومين ابتداء من الغد، من خلال مجموعة من أوراق العمل وأيضا من خلال معرض يجسد الدور الحضاري الذي رصد من قبل الصحافة الخليجية والعربية وأيضا العالمية. كل التفاصيل هذه رح نتعرف عليها مشاهدينا من خلال ضيوفنا. أولا وليد بن علي العبري، رئيس قسم الدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مساء الخير وليد. أهلا وسهلا بك. وأيضا ضيفتنا حنان بنت محمود بن أحمد، مديرة دائرة المعارض الوثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. أهلا بك حنان. أهلا مساء النور. أهلا نورتونا. وبإذن الله حديث متكامل عن هذا المؤتمر الذي أيضا يتزامن مع المعرض الوثائقي بنسخته السابعة. في البداية وليد حدثنا عن هذا المؤتمر، أهمية إقامة هذا المؤتمر تحت عنوان راقي جدا عمان. نعم. في الصحافة العالمية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية استمرارا للنهج اللي تبع تهيئة وثائق محفوظات وطنية في رفض البيئة العمانية والخارجية بالمعرفة، واستمرارا لسلسلة المؤتمرات التي قامتها الهيئة ابتداء من مؤتمر الدول الرابع وحتى وصولا للمؤتمر الدول الرابع، جاءت فكرة هذا المؤتمر وربما كما تفضلته باسم كبير عمان في الصحافة العالمية. جاءت فكرة من خلال الزيارات التي استمرت فيها الهيئة لزيارة الدول العالمية ودول الأرشيف الأخرى. ارتأت الهيئة بوجود رصيد كبير من الصحف العالمية. نعم. وبطبيعة الحال الجريدة أو الصحافة تعتبر أحد الوثائق. نعم. فجاءت أن نبرز هذا الكم الكبير أو هذا الكنز الكبير من المعرفة، فتمثل في هذا المؤتمر ليكون مؤتمر متخصص تحت مسمى عمان في الصحافة العالمية. نعم. يهدف هذا المؤتمر بطبيعة الحال إلى إبراز ما تحدثت به الصحافة العالمية ككل للسادة المختصين والباحثين والدارسين، وكذلك الجمهور بطبيعة الحال الجمهور العام. نعم، وأيضا مثل ما تفضلت يعني هناك علاقة كبيرة ما بين التاريخ والصحافة. اليوم الصحافة مصدر تعتبر يستسقى من خلالها. نعم. تاريخ الدول. أنا أيضا أحدثك هنا لما نسمع يعني الصحافة أو عمان في الصحافة العالمية تتبادر إلى ذهني يعني محاور عدة وعديدة يعني تتعلق بهذا المسمى. ماذا ستركزون من خلال هذا المؤتمر؟ نعم. بالمحاور في هذه النسخة بإذن الله تعالى أو فيها المؤتمر. نعم. عمان في الصحافة العالمية سوف يتطرق المؤتمر إلى 6 محاور: عمان في الصحافة المحلية. نعم. وعمان في الصحافة العربية، عمان في الصحافة الأفريقية. نعم. وأيضا عمان في الصحافة الآسيوية، وعمان في الصحافة الأوروبية والأمريكية. كل محور بإذن الله تعالى سوف يتخلله أوراق عمل مختلفة. نعم. من عدة باحثين وأساتذة. كل محور يتحدث يعني بنوع من التفصيل عن إثراء أو دور العمانيين أو ما هي الصور التي كتبت بها هذه الصحافة عن عمان، سواء عن المدن، عن شخصيات، أو عن الجانب الاقتصادي، عن الجانب السياسي. فكل محور بإذن الله بيكون له نصيب من أوراق العمل. بطبيعة الحال توزعت هذه المحاور بعدد أوراق وعمل بلغت عددها إلى 27 ورقة عمل. طبعا وصلت اللجنة العلمية المشكلة من قبل رئاسة رئيس الهيئة سعادة الدكتور إلى عدد كبير من أوراق العمل،
فهذه 27 ورقة عمل هي اللي تم اختيارها. بإذن الله بعد المناقشة يكون هناك نتاج بعد هذه أوراق العمل، راح نتطرق إليها في مواضيع أو في الدقائق القادمة. أيضا حنان، يعني ما شاء الله نجد بأنه اليوم المعرض يتزامن أيضا مع المؤتمر، ما أهمية وجود المعرض الوثائقي خاصة بأنه فعالية سنوية تقام، ما أهمية وجودها هذا العام تزامنا مع المؤتمر الدولي الرابع؟ فعلا مثل ما ذكرتي سابقا أنه هذا المعرض هو سنوي، نعم، وبمسماه المعرض الوثائقي السابع، نعم، عمان في الصحافة العالمية. هذا المعرض ارتأت الهيئة سنويا أن تقيمه وتنظمه في محافظة مسقط، بالعادة أنه يكون في نوفمبر، نعم، احتفالا بتزامنا بالعيد الوطني، لكن هذه السنة قدمناه شهر لقوة هذا المؤتمر، صح، عمان في الصحافة العالمية. هذه السنة تخصص المعرض ليتحدث عن أهمية هذه الصحف والمجلات العالمية والمحلية والعربية لتوثق محاور هذا المؤتمر، وتوثق هذه الكلام والمحادثات التي تتجانب وتتكلم في هذه المواضيع. يعني المحاور راح تترجم من خلال أركان المعرض. بالضبط. نقول فعلا. هكذا. بالضبط. ما أهم أركان المعرض؟ هناك ركن عمان في الصحافة المحلية. نعم. عمان في صحافة زنجبار. عمان في الصحافة العربية. عمان في الصحافة الأجنبية. وأهم ركن بالنسبة أكيد لنا كلنا وهي مفاجأة أيضا للجمهور، نعم، ركن صاحب الجلالة السلطان المعظم في عيون الصحافة. جميل. هذا الركن قد يكون أنه لأول مرة وحصريا سوف نعرض أهم المجلات والصحف المحلية والعربية والعالمية التي سلطت الضوء عن صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. جميل، يعني راح تركزون في تخليد مثل ما نقول الدور الحضاري اللي سيتكلم عنه أيضا المؤتمر، يعني هنا قد نكون النتائج هنا والتخليد هنا والتوثيق هنا، وهنا المحاور من خلال الأساتذة، صحيح، والباحثين. صحيح. حدثينا عن محتويات المعرض. 300 وثيقة. 300 وثيقة، نعم، مقسمة على حسب هذه الأركان. نعم. الركن مثلا عمان في الصحافة المحلية تركزنا فيه عن أهم الصحف المحلية، عمان، الوطن، الشبيبة، الرؤية، نعم، العقيدة، مجلة النهضة، جند عمان، الأضواء العمانية، والعديد من الصحف المحلية التي قد يكون الطالب أو هذا المجتمع الحين هذا المجتمع ما اطلع عليها أو ما شافها، قد تكون قديمة قبل السبعين. جميل. مثلا عمان في صحافة زنجبار أيضا هناك صحف كانت تصدر أيام حكومة عمان في زنجبار في شرق، نعم، أفريقيا، كمجلة أيضا النهضة، النجاح، المعرفة، مجلة الجازيت، الفلق، نعم، نعم، هذه نماذج أيضا وغيرها من الصحف التي كانت تعرض. عمان في الصحافة العربية هناك مثلا الدول المشاركة معنا اللي هي تمتلكها أيضا الهيئة هذه المجلات. جميل. الأهرام المصرية، الإخاء الإيرانية، مجلة العربي الكويتية، في أيضا من، نعم، الجزائر، من السودان، يعني باقة منوعة من الصحافة التي ترصد أيضا الدور العماني. وأنوه أيضا للمشاهد، نعم، أنه هذه المجلات والصحف تمتلكها الهيئة. جميل. الهيئة تمتلك جميع هذه الصحف والمجلات. جميل. أنا أرجع إليك يعني، نعم، وليد، يعني نحن ذكرنا الدور الحضاري تلعبه السلطنة، وذكرنا، نعم، حجم هذا الدور أيضا، نريد نتعرف من خلالك على الدور الحضاري اللي لعبته السلطنة كما رصد في الصحافة العالمية. نعم، بالنسبة لأوراق العمل التي سوف تطرح بإذن الله تعالى، نعم، غدا سوف تتكلم عن الكثير ما كتبته الصحافة العالمية عن عمان، وما هي الإسهامات الإنسان العماني في هذا الجانب، نعم. كذلك هناك أوراق عمل سوف تستعرض عن أحد الصحف، على سبيل المثال الصحافة الروسية، ما كتبته الصحافة الروسية عن سلطنة عمان لأكثر من 130 عام، وهي وتبين الكثير من العلاقات، يعني العلاقات السياسية بين السلطنة، وما هي الأسباب التي جعلت من الحكومة أو الصحافة الروسية تتحدث عن عمان، وما هي الاستراتيجية في هذا الجانب. كذلك هناك الكثير في الصحافة الأفريقية، على سبيل المثال في الصحافة الجزائرية، وسوف يتحدث أحد الباحثين كذلك عن أكثر عن 100 عام عن الصحافة الجزائرية، وسوف يعرض بإذن الله تعالى أكثر من 200 وثيقة اعتمد عليها في بحثه. نعم. فمجمل هذه الوثائق هي التراث خلدته الصحافة العالمية للحضارة العمانية. فهذه الأوراق العمل تعكس مدى قوة تاريخنا التاريخ، قوة حضور عمان أيضا، أكيد، في العالم، يعني في مجالات مختلفة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وأيضا يعني مجالات أخرى عديدة لا يمكن أن نحصيها. أكيد. أيضا نتحدث عن الجانب التاريخي، لابد هناك
مثل ما تفضلت أوراق أمل راح تضيء الجوانب التاريخية، يعني مثل ما أنت عارف اليوم في الوسط المحلي الجوانب التاريخية هناك مواضيع لم يتطرق إليها. نعم. فأنا حسب ما علم بأنه أيضا المؤتمر سيعزز هذه الجوانب، فحدثنا أيضا كيف يمكن أن يسهم هذا المؤتمر من دراسات من بحوث من أوراق عمل في إرساء مثل ما نقول جوانب وإضاءة جوانب تاريخية عمانية ربما لم تضاء بشكل كبير من قبل. نعم، ربما هذا المؤتمر بهذه الحلة في هذه النسخة. نعم. ركزنا هو مؤتمر تخصصي في الصحافة فقط، ربما لم نتشعب في الكتب ولم نتشعب في التاريخ بشكل عام. نعم. ولكن احنا بنطلع التاريخ العماني من خلال الصحافة. زاوية الصحافة. نعم. العالمية، من حيث ان إثراء المؤتمر من باحثين على مستوى اكثر من 18 دولة سوف يحضرون هذا المؤتمر. نعم. وهم من الأساتذة والباحثين المتخصصين في هذا الجانب، فهذا بعكس بيثري تاريخنا العماني وما هي انجازات عمان على مدى الحقب الزمنية. ناهيك أن المؤتمر سوف يتكلم عن أكثر من 150 قرن، فهذه الخلاصة اللي رايح تطلع من المؤتمر سوف تترجم إلى الكثير من الأمور. نعم، طبعا في نهايه المؤتمر هذا لابد انه يكون او مخرجات المؤتمر راح تكون في توصيات عديده سوف تتلى ان شاء الله تعالى بعد الغد في حفل الختام. كذلك جميع هذه البحوث بيكون نتاجها في سلسله بحوث ودراسات تقيم الهيئه بشكل مستمر سوف تكون متاحه للشارع العماني، سوف ترفد المكتبات العمانية المكتبات العالمية، وأيضا الهيئة بحكم عملها واختصاصها أن تسعى إلى زيارة الكثير من الدول سواء لجلب أو شراء هذه الوثائق أو للتعرف على التجارب الوثائقية. نعم. وإن وصل الدول الثانية في هذا المجال. والأجمل وليد بأنه هذه الوثائق راح تتاح للجميع من خلال المعرض. حدثينا حنان عن أهمية هذا المعرض للزائر. فعلا، يعني مثلا لما نعرض في ركن عمان في الصحافة الأجنبية، لما نعرض وثيقة تعود لعام 1841 ميلادي. نعم. لمجلة فرنسية تتكلم عن امتداد تاريخ عمان، سلطنة عمان وامتدادها، فهذا الشيء يعطي قيمة انه سلطنة عمان كانت محط ولا زالت محط انظار من اعوام سابقة. نعم. لعمان اللي يكتب عنها الصحافة. نعم. يعني ايضا هناك في ركن صاحب الجلالة حوارات صحفية لمولانا. نعم. وردود حكيمة منه وردود. نعم. دبلوماسية جدا ولأول مرة تعرض للجمهور. جميل. فهذا أيضا لابد بأن يكون شيء جميل جدا، وأتمنى أنه يحقق الأهداف المرجوة منه لتوعية الجمهور العماني وخاصة يعني الأجيال الحالية. فعلا، يعني المدارس نحن رسلنا رسائل دعوات لجميع. جميل. المدارس، ولله الحمد سنويا نستقبل أعداد هائلة من المدارس. لا بل هناك أيضا مدارس أصبحت تعتاد على اللي هي التقارير الدورية. نعم. للمدارس وأنشطة المدرسة ومسابقات. نعم. في هذه المدارس عن هذا المعرض وعن. نعم. جوانب معينة فيها، وندل على شيء يدل على جودة ما تقدمون وعلى أيضا إيمان إدارات المدارس بأهمية هذه المعارض في تثقيف الطلبة في توعيتهم. فعلا. في جوانب مختلفة ملامح نقول من عمان. أيضا نتحدث عن جوهر الاختلاف في هذا المعرض. أنا مثل ما ذكرت أيضا في بداية البرنامج المعرض يقام سنويا، ولكن. فعلا. هذا العام ما هو جوهر الاختلاف؟ ماذا يميز معرض الوثائق السابع عن سابقا مسح؟ هذا المعرض تخصص مثل ما ذكرنا سابقا عن عمان في الصحافة العالمية. نعم. حبينا نظهر سلطنة عمان من هذا الجانب، من جانب الصحافة، من عيون الصحافة المحلية والعربية والعالمية. ماذا تحدثت عن سلطنة عمان وما كتبت عنها؟ وهناك طبعا العديد من التحقيقات والمقالات والإهداءات في هذه الصحف. في الأعوام السابقة كانت تتخصص، قصصنا في المعرض الوثائقي الخامس عن الوثائق الخاصة، أي هي وثائق المواطنين التي حصلنا عليها وتم تكريمهم في هذاك المعرض. خصصنا معرض كان بشكل عام عن أهمية الوثائق بشكل عام كتوعية للمجتمع، بالإضافة إلى هناك ورشة للترميم والتجليد ومعامل الميكروفيلم ولذكر التاريخ المروي. كنا. نعم. نقدم سابقا مجموعة متكاملة عن ما تمتلكه الهيئة من وثائق ومخطوطات ومحفوظات ثمينة جدا. جميل. في الأعوام هذه نحاول نخصص
ونقدم كمية متخصصة لتصل للجمهور وتحقق التوعية الثقافية بإذن الله بجهودكم وجهود الجميع وجهود أيضا المؤتمر منظمي المؤتمر الدولي الرابع. نرجع لك ونقول لك الخلاصة من هذا المؤتمر. دائما المشاهد أو الزائر يريد أن يرى نتائج، يعني هناك فعاليات قد تكون أثرها آني ينتهي بنهاية هذا الحدث، ولكن المؤتمر الدولي الرابع مثل ما ذكرت راح تكون هناك توصيات، أخبرنا عن هذه التوصيات. نعم بإذن الله، توصيات سوف تجتمع اللجنة العلمية غدا إن شاء الله تعالى وبعد الغد بخلاصة هذا المؤتمر، وسوف يدلي بيان بإذن الله تعالى بعد غد في حفل الختام. وكذلك إن يعني مخرجات هذا المؤتمر هي قد تكون بداية للتوجه للصحافة، كذلك إن هي إشارة للباحثين والمختصين والدارسين ولا شك الصحفيين بأهمية معاملة الصحافة أو الصحيفة كمصدر رئيسي لأحد مصادر البحوث والدراسات. نعم. فهي تمتلك الكثير من الزوايا، وكما تفضلت أن دائما الخط الصحفي هو خط شفاف يكتب في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب العسكري في جميع الجوانب، فنجد أن تكون يعني صفحات أو حياة موجودة في داخل الصحيفة. مثل مؤتمرنا سوف يتحدث عن يعني عن 27 ورقة عمل، ناهيك عن الحضور الكبير اللي فاق الحين صحيح. اكثر من 200 شخص من المستوى يعني من المستوى المحلي والمستوى الخارجي، وهناك طلبات الى حد اليوم تاتينا من الخارج للمشاركه في هذا المؤتمر. فهذه هي رساله باهميه هذا الموضوع، وكذلك هي هذه الزاويه من الصحافه لابد ان الجميع يتطرق اليها. نعم، وموافقني ايضا الراي في انه الصحافه هناك محتوى اعلامي خاص ربما يفضل ان نستسقي منه التاريخ، ليس كل محتوى اعلام موجود في الصحافه يعتبر مصدر. نعم. صحيح. نعم، ناهيك عن الكثير من الكتاب اللي يكتبون في, نعم. في, في, في الصحافه ربما بيئتهم او البحر مالهم هو البحر الصحافه قد نعم. تستهواهم هذا الجانب. فالصحافة هي بيئة كبيرة من خلال أوراق العمل اللي استعرضناها في هذا المؤتمر. نعم. واللي وصلتنا في الحقيقة هي مجموعة كبيرة، وجدنا أن في شغف كبير ناهيك عن الدول الأوروبية، مثلا في فرنسا في الصحافة الفرنسية في الصحافة الإيطالية كتبت الكثير، الصحافة الروسية أيضا يعني من 1883 إحنا نتكلم. نعم. والسلطنة موجودة في هذا الزمان. نعم. فلذلك ما شاء الله إحنا نفتخر بهذا السلطنة، نفتخر بهذا الوطن إن امتداده إلى أبعد أقصى العالم. نعم، جهود ربما هاي كلمتكم الكثير من الوقت، كثير من الجهود في جمع يعني هذه الوثائق. صحيح. حثينا على الاستعدادات ما قبل هذا المؤتمر. هذا ما كنت أتحدث عنه، نحن لما نتحدث عن 300 وثيقة. نعم. أي 300 مقال ما بين حوار ومقال وصورة وتحقيق، هذا شيء نعم. عدد مش قليل. معايير معينة يمكن أن نستسقي منها بأنه هذا مصدر لصحافة يعني هذا ما يوثق الحديث بأن نعم. سلطنة عمان وامتدادها التاريخي والحضاري منذ الأزل. طبعا نحن الهيئة ما عندها فقط 300، أكثر من 300، هذا المكان اللي حصرنا طبعا في القاعة والقدرات طبعا، لأن الشغل مثل ما تفضلتي سألتيني عن العمل من 6 أشهر بدأنا التخطيط. دائرة المعارض الوثائقية يمكن هذه المعلومة ما حد يعرفها، نحن ما نعطي نسلم العمل لأي شركة تنظيمية، موظفي دائرة المعارض الوثائقية هم المسؤولين عن التصميم، عن الإخراج، عن تنظيف الوثائق، عن إعدادها وحتى طباعتها. دائرة المعارض لديها طابعات إبسون الألمانية، تدربوا عليها الشباب والموظفين الأخوة في دائرة المعارض الوثائقية، وهم يقومون بطباعة هذه الوثائق. المصممين والديكورات وتصميم الديزاين والجرافيك من موظفين الدائرة. طبعا السؤال ممكن الآن تسألي نفسك أنه لماذا، يعني لماذا كل هذا العبء الكبير على الموظفين؟ بالضبط. السبب الأساسي بأنه هذه الوثائق مسؤولية وأيضا نعم. لعدم تسرب الوثائق والمخطوطات. نعم. لعدم تسربها وإعطائها لأي شركة أو أي مطبعة، نحن ارتئينا بأن الهيئة تقتني هذه الطابعات ويقوم العاملون الموظفين بطباعتها وإخراجها. بارك الله جهودكم حنان، شكر الله سعيكم في ذلك. احنا نشكركم جدا على وجودكم معنا. نشكرك وليد بن علي العبري رئيس قسم الدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا جزيلا. وأيضا الشكر الموصول لك حنان بنت محمود بن أحمد مديرة دائرة المعارض الوثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا حنان. العفو الله يخليك، تسلم. مشاهدينا وأنتم الشكر لكم أيضا. فاصل ومن ثم نعود إلى مسك الختام في من عمان.
وصلنا، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على التفاعل أيضا، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة ثرية وغنية اليوم. نذكركم بالمؤتمر الدولي الرابع عمان في الصحافة العالمية غدا بإذن الله، انطلاقه لمدة يومين حتى يوم الأربعاء بإذن الله. والمعرض أيضا، نذكر أيضا مشاهدينا بالمعرض الوثائقي السابع رح يفتح أبوابه للجميع. نشكركم على حسن المتابعة، غدا اللقاء يتجدد، وإلى اللقاء.